بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج الترند حلقه النهارده بالتاكيد في ظل حصول الفريق على راحه سلبيه اليوم وبالتاكيد السفر غدا الى المملكه العربيه السعوديه باذن الله هيكون عندنا كواليس وتفاصيل عن استعدادات الاهلي لبطوله كاس العالم للانديه الفتره القادمه كل التفاصيل هتكون عباره عن الاهلي في المونديال الاهلي في كاس العالم الاهلي في مشاركه تاريخيه في بطوله كاس العالم للانديه تحت اشراف وتنظيم الاتحاد السعودي لكره القدم بالتو... بالتنسيق مع الاتحاد الدولي فيفا واولى المباريات للنادي الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه المقبل الساعه الثامنه مساء بتوقيت القاهره عندنا تفاصيل كثيره عن استعدادات الفريق السفر معاد السفر البعثه عدد أفراد البعثة كل الترتيبات الخاصة بالبطولة المباراة الافتتاحية حضور النادي الأهلي المباراة الافتتاحية كل الترتيبات دي بالتأكيد النهاردة هنتكلم فيها من خلال برنامج الترند عبر شاشه قناه الاهلي كمان عندنا تهنئه مهمه جدا من الكابتن محمود الخطيب لاسره كره اليد بعد الفوز ببطوله السوبر بالامس وكنا امبارح معاكم على الهواء مباشره وقت المباراه ووجهنا التهنئه بالتاكيد لكل جماهير النادي الاهلي ولمجلس الاداره ولجهاز الفني ولاعبي كره اليد بعد الفوز على الزمالك في لقاء السوبر 26 24 حاله فيها كواليس كتيره تفاصيل مهمه كالعاده ولكن عشان وقت الحلقه نروح بسرعه لاهم العناوين البدايه في ترند الاهلي برئاسه مرتجي بعثه الاهلي تغادر للسعوديه غدا وكمان طارق انديل ممثلا للاهلي في حفل جوائز الكاف وفي الترند العالمي ارقام محمد صلاح في الدوري الانجليزي حديث العالم امبارح كان عندنا كواليس مهمه جدا عن سفر الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي الى مراكش لحضور حفل الكاف وباذن الله النهارده عندنا تفاصيل عن الحفل والحضور وابرز النجوم وان شاء الله الترشيحات اللي ممكن الاهلي يعني بنسبه كبيره يضمن فيها جائزه او اتنين في حفل جوائز الافضل في الاتحاد الافريقي عشان بالتاكيد الاهلي العام الاخير في الموسم الماضي حقق انجازات على المستوى الافريقي بشكل رائع جدا طيب نروح لمباراه اليوم والنهارده كانت فيه العديد من المباريات سواء في البطوله الافريقيه او حتى في الدوريات الاوروبيه منذ قليل انتهت مباراه ماموريدي سانداونز مع بيراميدز بالتعادل السلبي 0 0 طبعا كان فيه لاعب من بيراميدز يمكن اضطرت في اللحظات الاخيره ولكن النتيجه دي يعني عقدت شكل المجموعه بنسبه كبيره كل الفرق في هذه المجموعه المجموعه الاولى اربع نقاط خاصه بعد تعادل بالامس ما بين نوازيبو ومازيمبي في موريتانيا وبالتالي الفرق كلها حظوظها متساويه ولكن بعد هذه النتيجه تزداد حظوظ مازيمبي وبيراميدز لان الجوله القادمه بعد حوالي تسع ايام بيراميدز هيستضيف مابولي دي سان في استاد 30 يونيو وايضا فريق مازيمبي هيستضيف نوازيب الموريتاني في لمونباتشي في الكونغو الديمقراطيه. نروح لبطوله الكونفدراليه ايضا وفي ممثل مصري اليوم ايضا عنده مباراه الساعه 9 مساء في ملعب 5 جويليا في الجزائر. اتحاد العاصمه هيستضيف مودرن فيوتشر الفريقين في الصداره بست نقاط نتمنى التوفيق يا رب لمودرن فيوتشر في العوده بالنتيجه ايجابيه والثلاث نقاط او على اقل تقدير نقطه ايجابيه تضمن له صداره المجموعه قبل انطلاق الجوله الرابعه. نروح للدوري الانجليزي والمباريات الثلاثه بدات في الساعه الرابعه والشوط الاول انتهى منذ قليل ايفرتون متعادل مع تشيلسي 0 0 فولهام متقدم على ويست يونايتد 3 0 لوتن تاون متقدم على مانشستر سيتي 1-0. كل الفرق اللي رايحه كاس عالم نتائجها سلبيه. نروح لمباراه 6:30 توتنهام هوتسبيرج بيستضيف نيوكاسل يونايتد. الدوري الاسباني ومنذ قليل انتهت مباراه اتليتكو مدريد مع الميريا 2-1 لاتليتكو مدريد. الساعه 5 وربع بعد 10 دقائق غرناتا يستضيف اتليتكو بالباو 7:30 قادش بيستضيف اساسونا. وفي العاشرة من مساء اليوم برشلونة بيستضيف جيرونا دي أبرز نتائج مباريات اليوم كل الكواليس وكل التفاصيل بعد الفاصل في فقرة ترند ترند البداية بالإنجاز الرائع والجيد اللي اتحقق بالأمس في صالة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة بيفوز النادي الأهلي بكاس السوبر على حساب نادي الزمالك 26-24 المباراه مش عايز اقول وان سايد جيم لا المباراه كانت صعبه جدا والمباراه كان فيها يعني نديه قويه جدا من فريق نادي الزمالك ولكن النادي الاهلي من الدقيقه الاولى كان فارض كلمته على المباراه وكان متقدم ووصل التقدم لفارق ثلاث نقاط واربع ثلاث اهداف واربع اهداف وفي بعض الاحيان قدر الزمالك يتعادل ولكن بخبره المدير الفني للنادي الاهلي وبدور فريق النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي وايضا بمسانده جماهير النادي الاهلي قدر في اللحظات الاخيره يفرق بفارق هدفين وبالتاكيد الهدف اللي احرز في الثواني الاخيره وكان ساعتها الهدف رقم 26 في المباراه هو اللي كانت القضيه قضيه المباراه لان كانت ساعتها المباراه 25 24 وكان ساعتها الزمالك معاه الكوره ولو كان احرز الهدف كان هيبقى تعادل والتعادل ده كان هيبقى في اكسترا تايم او ممكن يتلعب بعد كده آه يعني يعني رمية من منطقة الجزاء ولكن فاست بريك قطع الكورة كان الزمالك منزل لاعب زيادة وكان المرمى فاضي فقدر الاهلي يخطف هدف على طريقه الأرض بالظبط في الثواني الاخيره عشان يكسب بطوله السوبر من نادي الزمالك وامبارح كان تسليم الدروع والميداليات وكان بالتاكيد موجود الدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق في الامارات وامبارح نقنت يعني حفاوه الاخوه الاماراتيين واللقطات اللي استعرضناها من الصاله المغطاه، كل ده كان تصوير والله كل الاشقاء في الامارات اللي كانوا موجودين في الصاله المغطاه صوروا جماهير الاهلي، صوروا فرحه الاهلي، صوروا وقت المراسم، يعني كانت الفرحه كبيره جدا في الامارات امبارح بعد تحقيق النادي الاهلي لبطوله السوبر. كابتن محمود الخطيب على طول بعد المباراه وجه التهنئه للاعبي كره اليد واسره كره اليد في النادي الاهلي على هذا الفوز، يعني فريق كره اليد على فكره اللي يعني اللي ذاكر واتفرج وشاف تاريخ الاهلي في لعبه كره اليد النادي الاهلي كان متسيد اللعبه لسنوات طويله، حصل دروب كده في بعض السنوات ولكن السنتين الاخرين تحديدا ابتدى النادي الاهلي يرجع لعهده السابق انه هو كان افضل فريق افريقي وعربي في لعبه كره اليد، وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئه للاعبي الفريق الاول لكره اليد رجال وجهازهم الفني والاداري والطبي بمناسبه الفوز ببطوله كاس السوبر المصري واشاد بالاداء المتميز للاعبين وروحهم العاليه خلال المباراه التي اقيمت بالامارات مساء الامس يعني طبعاً البيان كان امبارح مساء اليوم واكد رئيس النادي على سعادته وتقديره لما قدمه اللاعبون وجهازهم الفني من جهد كبير واستحقوا اللقب عن جداره كما هنأ جماهير الاهلي بالبطوله مشيرا إلى ان التتويج بالسوبر يحمل يعني يحمل عناصر الفريق مسؤوليه اكبر تجاه ناديهم وجماهيرهم الوفيه التي تستحق ان يبذل الجميع من اجلها قصاره جهده وتحقيق افضل النتائج التي تليق بالنادي وتاريخه. تهنئه في توقيت مهم لاسره كره اليد حتى فريق كره السله الفريق الاول او فريق المرتبط الكابتن محمود الخطيب كان حريص ان هو يجتمع ويهني فريق كره السله على الانجاز اللي اتحقق بتحقيق بطوله الدوري المرتبط للعام الرابع على التوالي رقم قياسي وانجاز طيب جدا لاسره كره السله في النادي الاهلي بعد الفوز ببطوله الدوري المرتبط و إقساء العديد من الفرق المنافسه للنادي الاهلي اللي لها باع طويل ايضا مع الاهلي في الباسكت بول بتتكلم في الطريق انت كسبت الزمالك ثم بعد كده كسبت الاتحاد السكندري وكانت المواجهه صعبه جدا في اللقاء الفاينل مع سموحه اللقاء الذهاب والاياب في المرتبط والفريق الاول الاهلي كسب 4-0 كسب كل المباريات وقبل اخر مباراه كان فريق المرتبط قام بالواجب يعني خلص كل اللقاءات وكسب فريق سموحه في المباراتين وبالتالي توج الاهلي بطلا لدوري المرتبط. اسبوع كانت فيه نتائج ايجابيه على مستوى النشاط الرياضي كره السله كره اليد نتمنى يا رب ان شاء الله مع نهايه هذا الاسبوع يكون في انجاز طيب لفريق النادي الاهلي لكره القدم في المملكه العربيه السعوديه بمواجهه الفائز ما بين اتحاد جده واوكلاند أو سيتي على استاد الملك عبد الله استاد الجوهره المشعه باذن الله الساعه 8 بتوقيت القاهره، عندي تفاصيل بقى على البطوله ونبدا مع بعض نتكلم على تفاصيل استعدادات الاهلي لبطوله كاس العالم للانديه، ابتداء من اليوم الاحد النهارده الفريق راحه طبقا للبرنامج الفني المعد من مارسيل كولر المدرب السويسري للفريق حدد ان يوم الاحد يوم راحه سلبيه بكرة بإذن الله يوم الاثنين هيكون في تدريب صباحي على ملعب مختار التتش بالجزيرة بعدها هيكون في غدا في مطعم النادي والتحرك إلى مطار القاهرة الساعة واحدة الظهر تحديد موعد إقلاع الطائرة هيكون الساعة ثلاثة العصر بتوقيت القاهرة تصل البعثة مدينة جدة حوالي الساعة خمسة وربع على طول هيكون في استقبال في صالة الوصول بعدها الفريق هيتحرك على طول على فندق الاقامه في نفس اليوم مفيش اي ايفنت خالص من الاتحاد الدولي الفريق هيوصل يوم الاثنين مساء بالتاكيد هيكون في عشاء الخلود للراحه والنوم بعد كده يوم الثلاث بدايه الشغل الجاد لاولى المباريات ولكن يوم الثلاث الامر هيكون مختلف شويه ازاي يوم الثلاث هيكون في تدريب لفريق النادي الاهلي كالمعتاد لان انت عندك تدريبات الثلاث والاربع والخميس والخميس ده تدريب الاساسي والمؤتمر الصحفي ثم المباراه يوم الجمعه ولكن يوم الثلاث الجهاز الفني كان ليها اتصالات مع اعضاء اللجنه المنظمه المحليه في المملكه العربيه السعوديه عشان نشوف الترتيبات المتعلقه بوصول اوكلاند سيتي واتحاد جده وجاهزيه اتحاد جده لان اتحاد جده بالتاكيد طبعا المباراه على ارض وسط جمهوره وايضا وصول النادي الاهلي النهارده بدايه التدريبات لاوكلاند سيتي واتحاد جده تحت اشراف الفيفا وكل التدريبات مغلقه على فكره يعني التدريبات كلها مغلقه بكره يكون التدريب الرئيسي وفي مؤتمرات صحفيه للفريقين والتدريب هيكون متاح اول ربع ساعه والمباراه يوم الثلاثاء ان شاء الله لقاء الافتتاح ما بين اتحاد جده واوكلاند سيتي على هامش مباراه اتحاد جده واوكلاند سيتي اللجنه المنظمه سمحت ان يكون في موافقه على حضور الجهاز الفني للنادي الاهلي لهذه المباراه فالجهاز الفني بقياده مارسيل كولر هيحضر مباراه اتحاد جده واوكلاند سيتي من ارضيه الملعب من المدرجات اقصد يعني من ملعب المباراه اللي هتقام عليه هذه المباراه باذن الله يوم الثلاثاء. طبعا اللاعبين هيكونوا في الاوتيل ولكن الجهاز الفني بالقيام بالكامل بقياده مارسيل كولر هيكون موجود يوم الثلاث في ملعب المباراه عشان يتابع بشكل مباشر مباراه اتحاد جده واوكلاند سيتي النيوزيلندي. المهندس خالد مرتجي هو رئيس بعثه فريق النادي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه. وده كان قرار من مجلس اداره النادي الاهلي بتكليف المهندس خالد مرتجي امين الصندوق برئاسه بعثه الفريق المتجهه الى المملكه العربيه السعوديه غدا الاثنين للمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه. حرص المهندس خالد مرتجي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو مدير الكره وترتيب كافه الامور الخاصه بالبعثه خاصه ملاعب التدريب وسائل الانتقال والاقامه والاعاشه في الفندق اللي حدده الاتحاد الدولي لاقامه فريق النادي الاهلي. المهندس سمير عدلي والكابتن خالد بيبو هيكونوا موجودين بكره مع البعثه، مش هيسبقوا البعثه زي ما اتكتب في بعض المواقع وبعض الاخبار يمكن انا اتكلمت مع الجهاز الفني كابتن خالد بيبو والكابتن سمير عدلي هيكونوا موجودين بكره مع البعثه في توقيت السفر بشكل اعتيادي عاد جدا عادي جدا والنهارده الفيفا بالتاكيد بيرتب كل الاجراءات الخاصه بوصول النادي الاهلي الى المملكه العربيه السعوديه. يوم الثلاث بخلاف التدريب لفريق النادي الاهلي وبخلاف حضور الجهاز الفني بقياده كولر مباراه اتحاد جده واوكلاند سيتي هيكون في اجتماع مع مسؤولي الفيفا. الاجتماع هيكون في حاجتين يوم الثلاث ويوم الاربعاء. يوم الثلاث بنتكلم على جلسه تصوير فوتو سيشن هيتعمل مع كل اللاعبين وكل نجوم الفريق عشان طبعا دي ماده فيلميه وماده تصويريه بيستخدمها الاتحاد الدولي اثناء البطوله وكمان بيتم استخدام هذه المادة في عرض الأمور الخاصة بالجرافيك على المباراة سواء مثلا التشكيلة الأساسية العناصر الأساسية صور اللاعبين في المباريات فده جلسة تصوير فوتو سيشن هيتعمل بإذن الله يوم الثلاثاء فور وصول الأهلي أو في اليوم التالي لوصول النادي الأهلي يوم الأربع هيبقى فيه اجتماع فني تقني الاجتماع ده ممكن يمتد من ثلاث إلى أربع ساعات ليه؟ والاجتماع ده غالبا بيكون في صباح اليوم يعني اول حاجه اول ما بتبدا يومك كده بعد الفطار اول حاجه الفيفا بيجي لك يلا بينا عندنا اجتماع ليه عندنا اجتماع الاجتماع ده بيتعمل فيه ايه اولا بيتشرح لك سواء للعيبه او للجهاز الفني او للبعثه الاداريه بيتشرح لك كل من وفد ممثل من الاتحاد الدولي واللجنه المنظمه بيكونوا موجودين مع كل فريق في فندق الاقامه بيشرح لك كل حاجه في البطوله من اي تو زد من اول ورقه في الكتيب لغايه اخر ورقه واحنا متعودين على التفاصيل دي احنا حضرنا الحمد لله قبل كده يعني ثمان مناسبات كاس عالم ما بين المغرب قطر الامارات اليابان الاهلي الحمد لله لف الكره الارضيه مع كاس العالم للانديه ودي نسخه جديده في المملكه العربيه السعوديه فكل حاجه متعلقه بالبطوله بتتشرح في هذا الاجتماع تنسيق الاداري معاد وصول الفريق لملعب المباراه بتتكلم على فكره الرولز والضوابط المتعلقه بالمباريات بتتكلم على الفريق لما بيكون عنده اعداد زايده عن العدد اللي موجود في ارضيه الملعب بيقعد فين في المدرجات بيتكلموا على التحركات من فندق الاقامه لملعب المباراه التحرك من فندق الاقامه لملعب التدريب القواعد المنظمه للمؤتمر الصحفي القواعد المنظمه للمباراه نفسها واخر حاجه واهم حاجه كل الامور المتعلقه بالجوانب التحكيميه بيبقى موجود واحد من اسره التحكيم بيشرح ابرز التعديلات اللي موجوده على قانون اللعبه إيه اللي ليك وايه اللي عليك تتكلم في ايه وما تتكلمش في ايه قواعد تقنيه الفيديو الحكم الفيديو المساعد الفيديو اسيست ريفري ايه القواعد اللي فيه كمان خدوا بالكم انت بتتكلم في بطوله بتنظم من الفيفا فتقنيه الفار اللي بتطبق في الدوري المصري او حتى في دوري ابطال افريقيا مش هي خالص اللي بتطبق في كاس العالم للانديه كاس العالم للانديه بيطبق احدث التقنيات اللي موجوده في الفار فانت هتلاقي تقنيه النصف الي في كشف التسلل هتلاقي تقنيه خط المرمى لو كرة عدت الخط المرمى هدف ولا مش هدف في تقنيات حديثه جدا بيتم استخدامها في كل بطولات الفيفا فكل الامور دي بيتم شرحها لكل افراد البعثه لاعبين وجهاز فني وجهاز اداري وبعثه اداريه كل الجوانب المتعلقه بالبطوله بيتم شرحها لكل افراد البعثه الاهلي سافر ب 55 فرد في البعثه الرسميه ال 55 حاضرين الاجتماع سافر 60 فرد الستين فرد حاضرين الاجتماع الكل بلا استثناء لازم يكون حاضر الاجتماع الاجتماع ممكن بيطول شويه بيوصل لثلاث ساعات اربع ساعات لان فيها جوانب كتيره في كمان جانب طبي مهم جدا متعلق بالكشف على المنشطات لازم يتشرح للعيبه الادويه اللي ممكن تكون محظوره كل حاجه بصوا الفيفا ما بيسيبش حاجه للصدفه، فكل حاجه بتتشرح في البطوله. النادي الاهلي هيسافر ب 23 لاعب، دي القايمه اللي تم تسجيلها على موقع الاتحاد الدولي، والفيفا اعلن القايمه من حوالي يومين ثلاثه وكلنا شفنا القايمه بالكامل في انطوني موديست، في محمود كهربا، عمرو السليه، محمد عبد المنعم الحمد لله يعني اطمنين عليه وموجود في القايمه مع ياسر ابراهيم ورامي ربيعه في محمد الشناوي مصطفى شوبير حمزه علاء في علي معلول كريم التبيس في محمد هاني اكرم توفيق خالد عبد الفتاح اليوديانجي امام عاشور مروان عطيه احمد نبيل كوكا محمد مجدي قفشه يعني بنتكلم في كل العناصر الموجوده بيرسي تاو احمد عبد القادر مش موجود في القايمه صلاح محسن مش موجود في القايمه فبالتالي دي قايمه ال 23 لاعب ولكن واحنا قلنا الكلام ده قبل كده في خمس لعيبه او ممكن العدد يزيد لو اللعيبه الحمد لله ما فيش اي اصابات، الجهاز الفني هيصطحب كل اللاعبين معاه في هذه الرحله بشرط ان ما يكونش عنده لاعب مصاب واصابته محتاجه فتره علاج او تاهيل تمتد لحوالي اسبوعين، وبالتالي بالتالي ممكن لو كريستو مش مصاب وعبد القادر مش مصاب يكونوا موجودين مع الاهلي في كاس العالم للانديه ولكن في القائمه الاضافيه مش في قائمه ال وعشرين لو شاف ان ممكن زعلوك مفيش مشكله وطبيا مفيش مشاكل وبدنيا وفنيا جاهز ممكن الجهاز الفني يصطحبه معاه نفس الامر على كريم كريم ندفت محمود متوالي نفس الكلام لو جاهز قبل البطوله ان شاء الله ومفيش اي اصابه ممكن كمان الجهاز الفني يصطحبه معاه في البطوله ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه وبالتالي كولر مش بيفكر في البطوله فقط بيفكر في حاجتين اولا قبل اول مباراه ب 24 ساعه لا قدر الله في اصابه لاعب من ال 23 لازم يستعين بحد من اللعيبه الاضافيه اللي هو واخدها معاه في السعوديه، بالاضافه لكده بعد البطوله انت عندك لا قدر الله يعني اذا خسرت عندك ماتش شباب بلوزداد فما ينفعش تسيب اللعيبه في القاهره وانت عندك مباراه في افريقيا بعد مباراه اتحاد جده بحوالي خمس ست ايام. كملت لغايه اليوم الاخير ان شاء الله يوم 22 ديسمبر فانت ساعتها مش هتطلع على مصر او مش هترجع على مصر، انت هتسافر من السعوديه دايركت على الامارات العربيه المتحده، لان انت عندك بطوله في ابو ظبي تحديدا على استاد هزاع بن زايد مباراه كاس السوبر للانديه الابطال فالفريق يعني بنسبه كبيره كلها هيسافر من 28 الى 29 لا ولكن الامر يتوقف على جاهزيه اللاعبين ولو في لاعبين مش مصابين في الرحله اللي جايه ده جانب متعلق بكاس العالم للانديه نعدي بس اول مباراه وهنبدا نتكلم على ماتش شباب بلوزداد امتى ميعاده الرسمي لان الميعاد الرسمي لماتش شباب بلوزداد في الجوله الرابعه في الجزائر هيتحدد بناء على مباراه يوم الجمعه اللي جايه فاحنا مش هنتكلم على مباراه بروزداد الا الاول لما نخلص مباراه الجمعه اللي جايه واللي ساعتها هنشوف مين اللي هيكون طرف في مواجهه الاهلي يا اتحاد جده يا اوكلاند سيتي كل المؤشرات بتقول اتحاد جده ولكن محدش عارف الكوره الكوره ملهاش كبير يوم الثلاثاء الجاي هنشوف نتيجه المباراه مين هيكون المنافس للنادي الاهلي في هذا اللقاء طيب عندي جانب تاني والحمد لله احنا امبارح كنا يعني سبقنا وانفرضنا وقلنا لحضراتكم ان الاستاذ طارق انديل تم تكليفه من قبل مجلس اداره النادي الاهلي ان هو هيكون موجود ممثلا عن النادي الاهلي في حفل الاتحاد الافريقي في مراكش النهارده بالفعل تم الاعلان بشكل رسمي لكن طبعا من خلال مصادرنا في الاتحاد الافريقي كانت في مراسلات وكانت في اتصالات بتتم في الفتره الاخيره الخبر الرسمي قدامي على الشاشه اهو طارق انديل ممثلا للاهلي في احتفاليه كاف غدا قرر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب تكليف طارق انديل عضو مجلس الاداره بحضور حفل الاتحاد الافريقي ممثلا عن النادي الأستاذ طارق انديل غادر القاهره صباح اليوم الاحد الى كازابلانكا لحضور الحفل المقرر اقامته غدا في دوله المغرب الشقيقه طبعا الاستاذ طارق انديل هيوصل كازابلانكا هياخد طبعا آه يعني آه رحله تانية من كازابلانكا الى مراكش لان الحفل بيقام في مراكش مساء غدا في السهره هيكون حفل وحفله مهمه جدا لان اولا طبعا كلنا عارفين ان في يعني دعوه لابرز نجوم الكره الافريقيه انتوا على اسماء كبيره جدا اولا صامو ايتو هيكون موجود ان شاء الله كمان هيكون ايمانويل ايديبايور عبيدي بيليه الحاج ديوف جوناسان بيرتربويا لاعب بوركينا كالوشا بويا في نكوشا باتريك امبوما وفي كمان كابتن احمد حسن كابتن منتخبنا الوطني هيكون موجود كمان في هذا الحفل طبعا النادي الاهلي داخل في منافسه قويه جدا على هذا الحفل انتوا بتتكلموا على جائزه افضل نادي وبنفسه الوداد وسان داونز وداخل في منافسه على افضل حارس وعندنا الحارس المرمى الاسد محمد الشناوي عنده منافسه مع اندريه اونانا وكمان حارس المغرب ياسين بونو وعندنا كمان نجم الفريق تاو داخل في منافسه مع فيستون ماليلي لاعب يانج افريكانز السابق ومهاجم بيراميدز الحالي وكمان معاه منافسه مع بيتر شالوليلي المهاجم النبيبي لفريق سان داونز فمنافسة قوية جدا في ثلاث جوائز، النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يعني بنسبة كبيرة يقدر يحسم جايزتين من ثلاثة لان كل الاخبار اللي جاية من المغرب ياسين بونو يعني بنسبة كبيرة هيكون واخد جايزة افضل حارس في افريقيا ولكن طبعا ده ما يقللش ابدا من محمد الشناوي، محمد الشناوي وجوده في هذا التصويت على هذا المركز للعام الثاني على التوالي والسنة اللي فاتت الشناوي خد افضل لاعب فده حاجة كبيرة جدا، الشناوي مع منتخبنا من سوء حظه ما كانش فيه انجازات ولكن مع النادي الاهلي حق انجازات كبيره ولكن من حظه السيء ان منتخب المغرب مع ياسين بونو وصل رابع العالم ياسين بونو حارس محترف في اوروبا انتقل للهلال السعودي فبالتالي الفتره اللي ال... في داخل فيها الجايزه في امور كثيره جدا ممكن ترجح كفه ياسين بونو عن محمد الشناوي لكن ده لا يقلل اطلاقا من محمد الشناوي اللي قدر يفرض نفسه ما بين كل الحراس الافارقه المحترفين في الخارج ويكون ضمن القائمه المختصره اللي فيها أندريه اونانا حارس الكاميرون مع ياسين بونو حارس المغرب ما ننساش كمان ان محمود كهربا داخل ضمن الجوائز لانه داخل في منافسه على افضل هدف هذا العام في البطولات الافريقيه الهدف اللي احرزه في نادي الهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا فكل التوفيق يا رب للنادي الاهلي غدا في هذا الحفل يعني ان شاء الله متفائل باذن الله يكون في اكتر من جايزه للنادي الاهلي طيب اروح لاخر حاجه وهي متعلقه بتذاكر مباراه السوبر او مباراتين السوبر اللي هتتلعب في الامارات ان شاء الله نهايه هذا الشهر 25 ديسمبر في مباراتين و28 ديسمبر ايضا في مباراتين احنا امبارح اتكلمنا واكدنا لحضراتكم ان مهم جدا حجز التذاكر لحضور مباراه الاهلي في بطوله السوبر والنادي الاهلي كمان نشر عبر حسابه الرسمي احجز تذكرتك لحضور مباراه الاهلي في بطوله السوبر المصري بالامارات أسعار التذاكر أولا في متناول الجميع لأن التذاكر كلها مش فئة واحدة ولا فئتين، لا أنت بتتكلم على سبع فئات. آخر فئة الدرجة السبعة بتبدأ من 7 درهم وأعلى فئة الدرجة الأولى 85 درهم، وبتتفاوت الأسعار طبقا لدرجات التذاكر المتعلقة بمدرجات ملعب هزاع بن زايد من 7 درهم ل 14 21 28 درهم 35 درهم 70 درهم ثم أعلى فئة الدرجة الأولى 85 درهم مباراة الأهلي الأولى أمام سيراميكا كليوباترا والمباراة الثانية في حال الفوز إن شاء الله هتواجه الفائز ما بين بيراميدز وفيتشر يوم 28 ديسمبر في جوائز هتبقى موجودة في هذه البطولة كل نادي ليه 100 تذكرة ولو في نادي عايز يشتري أكتر من كده ممكن ياخد أكتر من كده عشان لو عايز يسوع التذاكر دي لجماهيره في تيشيرتات تم توقيعها من أبرز نجوم كل فريق عشان يتم طرحها خلال فترة البطولة من خلال مجلس ابو ظبي والشركة الراعية في مفاجات اكيد كمان للجماهير على هامش حضور هذه البطولة باذن الله في الامارات العربية المتحدة نهاية هذا الشهر في النسخة الاولى لبطولة السوبر للاندية الابطال كان جرى العرف دائما السوبر ما بين بطل الدوري والكاس ولكن على غرار بطولة السوبر الاسبانية اللي بتتلعب في المملكة العربية السعودية هنشوف نسخة جديدة من السوبر المصري بمشاركة اربع اندية في الامارات ان شاء الله نهاية هذا الشهر دي كانت ابرز الاخبار والمعلومات اللي معانا النهارده في فقره الكواليس والاخبار فقره ترند الترند. نطلع لفاصل وبعد الفاصل لسه عندنا الكواليس وتفاصيل اخرى وهنتكلم في امور متعلقه باحد نجومنا اللي تالق امبارح في الملاعب الانجليزيه احرز الهدف رقم 200 مع ليفربول 150 هدف في الدوري الانجليزي مع ليفربول ويوم امبارح كان مميز صلاح مع ليفربول مرموش مع انتراكت فرانكفورت احرز هدف وصنع هدفين في مين؟ في البافاري بايرن ميونخ وكمان كانت السهره مع مصطفى محمد هدف رائع جدا بضربه راس في باريس سان جيرمان كل ده ولكن بعد الفصل زي ما قلت لحضراتكم امبارح السوشيال ميديا ما كانش عندها حديث الا عن الثلاثي صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد ولكن صلاح امبارح عمل رقم قياسي مهم جدا في البريمير ليج وتحديدا في الملاعب الانجليزيه. نبدا مع بعض نشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا امبارح والبداية من الحساب الرسمي للبريمير ليج حساب الدوري الإنجليزي على تويتر واللي احتفى بوصول محمد صلاح ل 150 هدف في الدوري الإنجليزي أنت أمام يعني واحد من أفضل عشرة في الدوري الإنجليزي أفضل عشر نجوم ولاعبين في الدوري الإنجليزي Here are 10 of our favorites يعني تتكلم عن واحد من أبرز عشر أساطير في الدوري الإنجليزي من خلال الأهداف اللي أحرزها في البريمير ليج صلاح على فكره مش بيلعب من زمان من اول ما كان ناشئ انت بتتكلم في حقبه زمنيه بتبدا من 2017 18 لغايه 2023 يعني بنتكلم في حوالي خمس ست سنين في الفتره دي 150 هدف في الدوري الانجليزي رقم كبير جدا احنا في الدوري المصري لما لاعب بيضرب ال 100 هدف وبيخش نادي المئويه او نادي المية 100 بنقول لك ده عمل رقم قياسي ما بالك بقى بالبريمير ليج الدوري الانجليزي رقم زي ده معناه ايه؟ معناه كبير جدا وقدر صلاح يعني يحفر اسمه وسط افضل 10 اساطير في الكره الانجليزيه او تحديدا في ملاعب الدوري الانجليزي. نروح لحساب 4 3 3 على تويتر واللي بيقول اهو ان محمد صلاح اصبح من ضمن افضل 10 هدافين في تاريخ البريمير ليج. زي ما انتم شايفين طبعا صور العشر نجوم اللي موجودين مع صلاح. انا فاكر زمان واحنا صغيرين مش صغيرين قوي يعني ما بنتفرج على الدوري الانجليزي كنا بنشوف تيوري اونري مع ارسنال والاهداف اللي كان بيحرزها لما كان ارسنال ساعتها بيلعب في الملعب القديم بتاعه قبل ما ينتقل لملعب حديقه الملعب الامارات الجديد كان في ملعب كده الارسنال ملعب صغير بس كان ملعب تاريخي كنا بنشوف تيوري اونري كنا بنشوف لامبرد كنا بنشوف هاري كين يمكن هاري كين من جيل محمد صلاح شويه بعد الجيل العظيم ده تخيل مع مايكل اوين كمان تخيل انت مايكل اوين ده كان نجم الكره الانجليزيه ونجم منتخب انجلترا في كاس العالم 98 و2002 يعني شوف كنا بنتفرج على مين دلوقتي عندنا واحد من ضمن هؤلاء الاساطير هو النجم المصري محمد صلاح اللي كل صحف العالم وكل حسابات السوشيال ميديا بتتكلم عليه بعد الهدف الرائع اللي احرزه بالامس في كريستال بالاس. طيب نروح لحساب اوبتا للاحصائيات على تويتر واللي بيقول ان سجل محمد صلاح هدفه رقم 150 في الدوري الانجليزي وهو خامس لاعب تسجيلا في عدد اقل من المباريات. يعني كمان الفكرة أنت أحرزت كم هدف؟ لا الفكرة مش في الأهداف بس أنت كمان عدد الأهداف بالمقارنة بعدد المباريات فهل تتخيلوا أن صلاح ضمن أفضل خمس لعيبة في عدد مباريات أقل سجل عدد أهداف أكتر وده اللي كنت بكلمكم فيه من شوية لما قلت صلاح في الدوري الإنجليزي مش موجود من زمان يعني مش اتولد في إنجلترا ولعب في الدوري الإنجليزي وعنده 17 سنة لا 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 صلاح في إنجلترا بالظبط خمس ست سنين ولكن بصوا الاسامي اللي موجوده مع صلاح في ضمن افضل خمسه عدد مباريات قليله احرزوا أكتر من 150 هدف الان شيرر 212 سيرجيو اجويرو 217 هاري كين 218 تيير اونري 220 محمد صلاح 247 دي اقل عدد مباريات للخمس نجوم انت بتتكلم في الان شيرر يا جماعه يعني انت بتتكلم على واحد أسطورة من أساطير الكرة الإنجليزية عبر التاريخ اسم محمد صلاح موجود مع ألان شيرر ضمن أفضل خمسة سجلوا أهداف في أقل عدد من المباريات طيب نروح لحساب سكواكا للإحصائيات على تويتر أيضا واللي بيقول إن محمد صلاح أول لاعب إفريقي يصل ل 150 هدف في الدوري الإنجليزي أول لاعب إفريقي يعني بتاريخ ديديد دي ركبة بتاريخ إيمانويل إي بايور اللي كان بيلعب في ارسنال عدد كبير جدا من لاعبي الكره الافريقيه المميزين اللي كانوا بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه والدوري الانجليزي تحديدا ولما كانت النجوم دي بتلعب قدام منتخبنا الوطني كنا بنعمل لها الف حساب هل تتخيلوا ان محمد صلاح تخطى ايديا بايور وتخطى ديديد دي ركبه بتاريخه الكبير في تشيلسي ويكون هو اول لاعب افريقي يصل ل 150 هدف بيصنع التاريخ محمد صلاح طيب نروح كمان لحساب الانفيلد على تويتر واللي بيقولوا ان محمد صلاح يصل الى 200 هدف مع ليفربول في 327 مباراه منذ موسم 2017 حتى الان يعني في 327 مباراه مع ليفربول من 17 لغايه دلوقتي بنتكلم بالظبط في 6 سنين قدر صلاح يسجل 200 هدف منهم 150 بس في الدوري الانجليزي طب نروح لاخر حاجه معايا بقى وتهنئه من نجم كبير النجم الافواري دي دي دروكبا على حسابه في تويتر نشر تغريده عن انضمام صلاح لليفربول واكد انه سيتعلق مع الفريق وعمل اعاده تغريد للتغريده دي اللي كتبها في 12 ديسمبر 2017 وقال ايه بقى بصوا هو بيقول طبعا التويت ذات 6 ييرز اجو يعني التويته دي بالظبط انا غردت منذ ست سنوات والباقي اصبح تاريخا بالتوفيق في القادم اخي مو صلاح بالتوفيق للنجم محمد صلاح عامل منش لصلاح عامل حساب لحساب البريمير ليج 150 هدف بس جميل جدا في حاجه هنا وانا عايز اركز عليها تويتا بتاريخ 12 ديسمبر 2017 واحنا النهارده يعني 10 ديسمبر يعني احنا بنتكلم بالظبط ست سنين الا يومين قدر دروكبا يستعيد تغريده كتبها من ست سنين عشان يعمل لها اعاده تغريد ويفكر الناس انه قال وقتها على انضمام صلاح لليفربول ايه والنهارده بعد ست سنين بيذكر الناس ان التاريخ صلاح قدر يكتبه وكمان بيهنيه على هذا الانجاز و150 هدف حاجه بصراحه يعني تدعو للفخر نجم مصر كبير قدر يحقق رقم قياسي ويقدر ان شاء الله يستكمل هذه الانجازات ولسه قدامه كمان كذا سنه في الدوريات الاوروبيه فاصل وبعد الفاصل نبدا نركز على الاهلي واستعدادات الاهلي لكاس العالم للانديه من خلال اخبار الاهلي في الترند اهلا بحضراتكم من جديد النهارده عندي تفاصيل مهمه جدا في ترند الاهلي لان الكلام كله على ابرز الاصابات وابرز الغيابات اللي ممكن تكون موجوده في قائمه الاهلي لكاس العالم للانديه وتفاصيل اخرى متعلقه باستعدادات الفريق للسفر خلال الساعات اللي جايه نطلع نتابع اخر اخبار الترند اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند والبدايه هتكون معانا من ترند الاهلي لان خلاص ساعات قليله جدا والفريق يسافر الى السعوديه استعدادا لكاس العالم للانديه لكن البدايه معايا حساب يلا الكوره بيتكلم على موقف مصاب الاهلي قبل رحله كاس العالم للانديه ودي الجزئيه كنت بتكلم فيها ان حتى كولر لو فكر يسافر بكل اللاعبين هيستبعد اللعيبه اللي ممكن اصاباتها تستمر حوالي اسبوعين ثلاثه في الفتره اللي جايه طيب البدايه ان مصدر قال يلا كوره ان هناك قرار باصطحاب خمس لاعبين مع الفريق في تلك الرحله ولكن قد تتغير الامور بعد مران الغد في أشعة رنين اتعملت للثنائي كريست وأحمد عبد القادر خاصة بعد الاتنين ما تعرضوا لإصابة في تدريب الأمس الاتنين عندهم إصابة في العضلة الخلفية هل رؤية الجهاز الطبي أن البرنامج التأهيلي سوف يستمر أكتر من عشر أيام وده اللي قلت في بداية الحلقة الجهاز الفني والطبي هيفضلوا ان هم يستمروا في القاهره، طبعا رضا سليم صعب انه يكون موجود مع الفريق لسه تدريبات والاستعدادات هيكون لسه على شهر يناير وكمان محمود متولي بنسبه كبيره خلاص تاكد عدم سفره لانه محتاج يعني برنامج تاهيلي مدته اكتر من 10 ايام فبالتالي بنسبه كبيره رضا سليم محمود متولي مش موجودين ضمن حتى قائمه ال 28 او ال 29 لاعب اللي هيسافروا وبكره هيتحدد موقف كريست واحمد عبد القادر لو البرنامج التاهيلي والاشعه اثبتت ان هم محتاجين تاهيل اكتر من 10 ايام هيستمروا في القاهره ومش هيغادروا مع البعثه وبالتالي كده انت بتتكلم في اربع لعيبه يبقى بالتالي ممكن الاهلي يسافر ب 26 او 27 لاعب وبالتالي العدد ممكن يقل او ممكن كولر يفضل ان يسافر بمحمد زعلوك ومعتز محمد خلال الساعات اللي جايه. نروح لحساب في الجول وبيتكلموا على الارقام قبل مونديال الانديه الاهلي ضمن اكثر الانديه تحقيقا للفوز في تاريخ كاس العالم للانديه. تعرف على القايمة. أكثر الأندية تحقيقا للفوز في تاريخ كأس العالم ريال مدريد 12 انتصار 12 فوز. الأهلي يليه تسع انتصارات برشلونه سبعه مونتري المكسيكي سته هيروشيما الياباني خمسه وبالتالي الاهلي عنده فرصه يعمل رقم قياسي ولكن عشان يوصل لرقم ريال مدريد معناه انه يفوز بكاس العالم للانديه ما هو من تسعه ل 12 ثلاث مباريات لازم تكسبهم ماتش الجمعه اللي جايه ان شاء الله نكسب عندك سيمي فاينل الاثنين اللي, اتنين اللي جاي بعد كده عندك الفاينل فتكسب الثلاثه تتساوى مع ريال مدريد ولكن الانجاز الاهم من انك تتساوى مع ريال مدريد انك وقتها تكون بطلا لكاس العالم للانديه نتمنى يا رب ان شاء الله يكون ده من نصيب الاهلي هنحاول ونجتهد ونلعب ونادي وجمهورنا في ظهرنا وان شاء الله باذن الله التوفيق يكون من نصيب القلعه الحمراء طيب حساب بطولات بيتكلموا على اصابه احمد عبد القادر وده الجزء اللي كان موجود في يلا كوره احمد عنده شد في العضله الخلفيه اللاعب سيقضي الاشعه خلال ساعات لوجود اشتباه في وجود تمزق لا قدر الله يعني وغيابه فتره طويله أنا أطمئن ان شاء الله بكره على احمد عبد القادر نتمنى يا رب يكون شد خفيف لكن ما توصلش التمزق لان التمزق ده معناه ان فتره الغياب ممكن توصل لاكثر من شهر شهر ونص ان شاء الله باذن الله أطمئن على كل اللاعبين برضو حساب كوره بلس بيتكلم على ان في اختبار طبي لاحمد عبد القادر لتحديد موقفه من العوده للمران الجماعي اللاعب يعني اشتكى من الام عضليه وهيخضع لاختبار طبي في تدريب الغد بعد اجراء الاشعه كل الاخبار اللي نازله النهارده بتتكلم على احمد عبد القادر ولكن تعالوا نشوف الوطن سبورت لما اتكلم على عبد القادر قال ايه قالوا ان احمد عبد القادر بيبحث عن عرض للرحيل عن الاهلي عرض للرحيل عن الاهلي الكلام ده يمكن سابق اوانه طبيعي ممكن لعيب مش بيشارك مش موجود في قائمه كاس العالم هيبقى الكلام كتير عليه بخصوص انه ممكن ما يستمرش مع الفريق حتى نهايه الموسم ولكن هننتظر شويه نشوف ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه المصري الرياضي النهارده خبر غريب شويه الاهلي يستقر على الاطاحه بمرس الكولر في هذا التوقيت ايه هو التوقيت طيب وتقرا تفاصيل الخبر بدايه كده اول سطر تقراه تعرف ان الخبر ده مفبرك مع كامل احترامي للي كاتب الخبر اولا يقول لك ايه تفاصيل الخبر بتقول مجلس اداره النادي الاهلي عقد اجتماع منذ قليل لمناقشه سبب تراجع النتائج والقرارات الفنية الغير مفهومة لكولر وأبدى مسؤوله مجلس الإدارة أو إدارة الأهلي خلال الاجتماع تعجبهم من إشراك بعض اللاعبين بشكل مستمر رغم تراجع مستواهم الفني وانتقد مجلس الإدارة قرار كولر بخروج كريم الدبيس من قائمة الفريق ده خبر في سابقة تاريخية إن خبر يكتب إن فريق الكورة مطروح للنقاش على طاولة مجلس الإدارة وكأن اللي كاتب الخبر لا غطى الأهلي قبل كده ولا يعرف مدرسه الاهلي ولا يعرف نظام النادي الاهلي لا بصوا بقى المفاجاه الثانيه واستقرت اداره الاهلي ونظرا لضيق الوقت بنسبه تفوق ال 70% اول ما تلاقي خبر بيقول نسبه تفوق ال 70% او 60 50% يعرف ان هو خبر مش مؤكد لان الخبر يا حصل يا ما حصلش يا في خبر بجد يا اما ما فيش خبر لكن 60 70% يعرف ان اللي بيكتب الخبر بيحب يعمل شويه سبايس شويه في اللغه الصحفيه ولكن بيقول لك ايه بقى ان الاستقرار بنسبه 70% على الاطاحه بكولر والجهاز بالكامل عقب مباريات السوبر في الامارات. ده الخبر اللي موجود النهارده في المصري الرياضي ولكن انا باكد لكم كل الكلام ده مش هقول غير صحيح خبر مفبرك خبر مفبرك ليه؟ مجلس اداره الاهلي لا بيناقش التفاصيل الفنيه لمارسيل كولر ولا بيناقشوا مين لعب ومين ما لعبش الكلام ده ممكن يكون في اماكن تانية انا والله ما اعرف مين اللي كاتب الخبر يعني انا لسه شايف الخبر دلوقتي من خلال صفحه المصري الرياضي دلوقتي على الشاشه قدام حضراتكم التفاصيل قريتها قبل الحلقة عشان اتاكد من مدى صحتها لان كلها غلط ولكن مع كامل احترامي لكاتب هذا الخبر هذا الكلام لا يحدث في النادي الاهلي سواء الان او في الماضي او في المستقبل يعني لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل فريق الكورة تحديدا وقطاع الكورة في استراتيجية عمل مجلس الادارة بيفوض الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بصفة أنه مشرف على قطاع الكورة والكابتن محمود الخطيب عنده قطاعات بتشتغل في لجنة تخطيط في مدير كوره في منسق عام كمان للجنه التخطيط مع قطاع الكوره الكابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره وبالاخر بيبقى في اجتماعات لمناقشه اي نتائج سواء سلبيه او حتى ايجابيه ولما بيكون في قرار بتصدر توصيه وبيتم اعتمادها من قبل مجلس الاداره ولكن لا تناقش على طاوله مجلس الاداره نتائج الفريق مين لعب مين ما لعبش كولر ممكن يقعد امتى كولر ممكن يمشي امتى محدش بيناقش ده في النادي الاهلي لا في عهد الكابتن صالح سليم ولا في عهد الكابتن حسن حمدي ولا في عهد الكابتن محمود الخطيب ولا في عهد حتى المهندس محمود طاهر ان شفنا في مره مجلس اداره النادي الاهلي بيناقش قرار يخص مدرب على الملا وامور فنيه تتعلق بمشاركه بعض اللاعبين. اخر حاجه معايا في ترند الاهلي كريستو الاصابه اللي تعرض لها بالامس في التدريب عنده شد في العضله الخلفيه ان شاء الله نطمئن على كريستو خلال الفتره اللي جايه يمكن اصابه ان شاء الله تكون خفيفه ولكن في اشعه هتحدد فتره غيابه خلال الساعات اللي جايه دي ابرز النقاط اللي في الترند الاهلي الترند المحلي وهاخد حاجه فيها سريعه قبل ما اختم حساب بطولات بيقول هناك اقتراح لاقامه مباراه وديه بين مصر وغينيا قبل امم افريقيا وعرض على اتحاد الكره لعب وديه امام غينيا في ظل بحث منتخب غينيا عن وديات قبل البطوله ويدرس اتحاد الكره مع فيتوريا هذا الامر حاليا دي ابرز نقطه معايا في الترند المحلي مع كامل احترامي لو صح هذا الخبر ده اسمه كلام غير مقبول تونس حددت مبارياتها الوديه كوت ديفوار حددت مبارياتها الوديه المغرب حددت مبارياتها الوديه النهارده احنا بنتكلم في 10 ديسمبر وبالتالي المنتخب المفروض يسافر بعد اقل من حوالي 3 اسابيع والمباريات الوديه لازم تكون متحدده من دلوقتي والمفروض تلعب مباراتين مش مباراه واحده فلسه بتفكر وتعرض وبتعرض بناء على ان غينيا هي اللي عايزه تلعب انا شايف التحضير بصراحه للبطوله ليس على ما يرام في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده وغدا حلقه جديده من برنامج التريند شكرا والى اللقاء